انا كنت بالسياره وتوني ما كان، نحن ما تصورنا قبل، فتوني ما شايفنا بالفستان. طلع الانفجار، صار يقولوا لي قلب شيء عن سطح البنايه، فانا ما عرفت شو صار. نزلت من السياره وكان في ممر كتير طويل بالكنيسه. توني ما بيطلع فيه، ليه جوز، ليه توني ما بيطلع فيه، انا بفستاني يعني، انا عندي نايل مش عارفه شو فيه. توني عم بيحكي على التليفون، توني عم بيقول ما بدي سهره، ما بدي شيء، بدي اتجوز، خلص خلونا نعمل هالعرس، انه معقول انه تاجل رجع يطلع انفجار. انت عم تسمعي هيدا الشيء؟ لا، ما هي كثير كبيره الممر، انت عم تقولي شو صاير له يعني، انت عم تزعلي منه يعني. يجي يتصور معي، يجي يطلع فيي، يقول لي انه واو شو طلع حلوه، انه انا ما انا عارفه شو صاير، وما خبروني، تليفوني مش معي. هلا انا نحن كنت انا بعدني برا، والعرس على الستة، بتعرفي دائما العروس تتاخر شوي، فكل معازيم بقلب الكنيسه، وبوف طلع الانفجار، فتحوا شبابيك الكنيسه والعالم كلها ظهرت لبرا. الابونا حلبي وكاركتيره شوي هيك صارم، فصرخ فيهم وقال لهم كل واحد بيقعد محله، العروس على الباب بدي كلل، خلصوا كل واحد يروح محل ما بده. طب المعازيم، المعازيم ما في حدا راح بيته، بيته من تحت، ما حدا، كل حدا بيقول لك انه نانسي وتوني they saved our lives. قد ايه في ناس كانوا لازم يكونوا بالجمايزه، قد ايه في ناس بيوتهم بالاشرفيه تكسرت، قد ايه في ناس كانوا سيف لانه كانوا عنده بالعرس. اوكي، العالم المخدوبه كانت، العالم مش عم تعرف حالها. بس انا عم بقول هول الناس يلي كانوا بالعرس ما فلوا، هن ما عندهم حدا بيقربون بالانفجار، بيوتهم يعني هيك قصدي، يعني هن they are safe هلا، بس انه هن على التليفون انه الدنيا قامت وما قاعدين. نهارتها اللي ما كان ببيروت ما عرف شو صار. انا اجاني مسج من بنت كلكم شفتوها، مبينه لابسه بنطلون احمر، هي كانت دم. بعثت لي مسج قالت لي ما تزعلي انه نهار عرسك اليوم، رحت جوزي بقبرص. سوري، بتقول لي this whole country is cursed. I survived death. قلت لها حيطلع عم تقولي هيك؟ عملنا العرس و it was amazing و مدري شو، البنت كانت مقطشة، يعني كانت البنت بحالة عم بتموت. أنا ما أنا عارفة شو صاير، ما حدا كان عارف شو صاير. بس ما أنت عملت تليفون و أنت فكرنا انفجار، كيف رجعتوا قدرتوا كملتوا السهرة ورقصتوا ما كنا حدا خبرنا، ما حدا خبرنا، سمعنا العرس ما معنا حدا من المعازيم كملوا معنا. قديه صاير انفجارات قبل، حتى كان ما اوقات ما يموت حدا، نحن فكرنا انفجار، انفجار مثل الانفجارات. وصلنا على الاوتيل اللي نحن كنا حاجزين اوتيل ببيروت، التغى ورحنا على محل قريب محل ما كنا ودورنا الاخبار، وصدقنا. لا 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 اليوم، لا اليوم 4 اب ذكرى عرسكم، ما بنعايزه ذكرى حلوه ولا بشعه؟ ذكرى نحن بنقول، نحن غيرنا الدات، نحن غيرنا الدات، نحن بنعيد بثلاثة أو بخمسة، حتى أنا ولا ممكن نزل نهار عرس، صح نهار عرس صورة مقلي عين، مقلي عين. أنا في ناس أوقات تنتقدني أنت كيف بتتجوزي شو بعمل؟ ما البنت يلي اشتهر الفيديو تبعها بداون تاون يلي طلع الانفجار، حتى هي البنت كملت عرسها. ما انت اليوم اذا انت موجوده بالودينج شو بتعملي؟ بتفلي على بيتك؟ ما انت اصلا مش عارفه شو صاير، انا ماني عارفه شو صاير، نحن مش عارفين شو صاير. قد ايه بتحسي انه غريب كثير اللي صار معكم؟ انا بقول شو فكرتي بينك وبين حالك؟ قلتي شو المسج من هيدا الشيء؟ ما حتى ما قلت، ما سالت ربي انه ليش، بالعكس قلت كتر خيرك يا ربي، صح انت 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 عملت لي هيدا العرس، انت ما خليت جوزي يكون ببيروت، انا بوقتها كنت عم بحضر العرس، او انت حتى لو عرسك بالاشرفيه كان رح يكون، كان رح يكون بالاشرفيه محل ما في ناس ماتت وذي نو هن يلي محل ما كنت حاجزه. ما حدا فهمان شو صاير، ما حدا، ما نحن ما كنا عارفين. اذا عالم من المعازيم كانوا موجودين نحن ما عرفنا، واللي بيشفع فينا انه نحن كنا بس with our close people، كنا مجبورين نكون و... ما في كاباسيتي انه تعملي عرس، وانه بكفي اول شيء البكي اللي بكيته بواحد اب نهار اللي اجلت عرسي، بكيت لشبعت، انا لازم اكون عم بتجوز. تغير كثير قصص، كثير تغير، انه في قصص كنت حاجزتها ما بقى محجوزه، زعلت مثل كانه فيل، مثل كانه نحس.